إسرائيل ضد عبد الجليل. أصمد يا عمرو، مش هنسمح لإسرائيل تقعدك. الشباك اتفتح، تعال بص. أدعو الله الرحيم أولاً أن يخفف عن خلقه جميعاً وأن يمنحنا القوة على الصمود وعلى النجاة دون أن نخسر إنسانيتنا. تعالوا نبتدي بحاجة مدهشة. وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو قال لشبكة ABC أنه متفق تماماً مع تأكيد CIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنه فيروس كورونا مش مصنوع بإيد الإنسان في مختبر ومش معدل جينياً. بعد شوية وفي نفس الحوار قال أنه متفق تماماً مع تأكيد الرئيس ترامب بأنه فيروس كورونا مصدره مختبر بيولوجي في ووهان الصينية. دي حاجة تحطينا قدام اختيارين اتنين ملهمش تالت، إما أنه معالي سكرتير الرئيس الأمريكي للخارجية بيناقض نفسه وده صعب التصديق وغير مأمون العواقب، ربنا يكفينا الشر، أو وده الاختيار التاني أننا فاهمين غلط. دي حاجة أبسط بكتير، عواقبها مأمونة، خلاص نمشيها مستر بومبيو، إحنا فاهمين غلط، الفيروس مصدره طبيعي بس برضو مصدره المختبر، عادي خالص يا أخي إن أنا أختلف. من دراما الغموض الأمريكاني لدراما الخيال العلمي المصري، مش إحنا في رمضان اللي وصفته إحدى المحطات في إعلان بإنه شهر الدراما، رمضان شهر الدراما، يا سلام. رغم ان معدة اخوكم محمد ما بتهضمش المسلسلات وعندي انطباع قديم انها تشبه اكل مطاعم الوجبات السريعة، شكلها حلو بس مؤذية مش مغذية. اللي بتعمله وجبة البرجر السوبر كومبو بجسمك بيعمله المسلسل بعقلك بحكايته المكررة واحداثه الممطوطة. بيحبني؟ لا ما بيحبنيش، ادي 10 حلقات. طب طلع بيحبني انما ابويا مش موافق عليه، ادي 10 حلقات كمان. ومش هنغلب يا أخي في آخر 10 حلقات أقولك البطل والبطلة يعملوا حادثة وهم مسافرين الساحل احتفالا بالخطوب، هم الاثنين يفقدوا الذاكرة، ونعمل مشاهد تقطع القلب وهم قدام بعض بس مش قادرين يفتكروا هم شافوا فين بعض قبل كده. دراما يا حبوب، دراما. عشان كده بتجنب مشاهدة المسلسلات حفاظا على استقراري العقلي الهش لغاية ما إسرائيل نفسها قررت تتدخل وتجبرني على متابعة مسلسل النهاية. للمرة الأولى في حياتي وأظنها هتكون الأخيرة أنا مضطر أقول شكراً يا إسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ساب كل مشغولياته المهمة، مثلاً السعي اليومي لإقناع العالم بمباركة ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية أو تهويد القدس إلى آخره، مشغوليات برضو يا أخي. وخصص بعض هذا الوقت الثمين لمشاهدة وتقييم ونقد المسلسل الرمضاني المصري النهاية. تصدقها دي؟ والله. ليه؟ لأنه يعني ده الدليل، يعني لأنه وصفوا في تصريح رسمي بأنه مسلسل غير موفق وغير مقبول. بقليل من البحث والتنقيب تكتشف حضرتك أن جيروزاليم بوست الإسرائيلية اعتبرت المسلسل مسلسل النهاية بتاعنا ده اعتبرته خروج على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تلزم الطرفين بعدم نشر الدعاية المعادية. خد الكبيرة بقى، الجارديان البريطانية وانطلاقا من تعاطفها مع الانزعاج الإسرائيلي عملت ملف كامل عن المسلسل وعن شركة سينرجي اللي بتنتج المسلسل ده، غير تقارير في أكتر من وسيط لليورو نيوز وللبي بي سي وغير اليورو نيوز وغير البي بي سي. مش دي حاجة مدهشة؟ طبعا كل الدوشة دي لفتت انتباهي زي ما لفتت انتباه ناس كتير للمسلسل، قررت ابتدي اشوفه بحذر يعني. لكن اللي انتبهت له كمان هو سيطرة اسرائيل الهائلة على الميديا العالمية، قدرتها على توجيه كبريات الصحف والمحطات لتناول موضوعات وقضايا مش بحسب اهميتها الاخبارية. يعني احنا في زمن كورونا كل الناس بتقرا عن كورونا، لا 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 لا، سيبكوا دلوقتي من كورونا، اسرائيل بتقول لكم اتكلموا عن النهاية. المواضيع بتترتب حسب أهميتها لإسرائيل مش للجنس البشري. هاجم المسلسل المصري ده يا زكي إدرا، يهاجم زكي إدرا المسلسل المصري، عبد المأمور يعني. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، يقدم الخيال العلمي على الطريقة الهوليودية للمرة الأولى في الدراما المصرية. فيه روح من أعمال مهمة جدا زي The Man in the High Castle وBlade Runner
وألترد كاربون. تقديم مسلسل خيال علمي مصري بهذا المستوى إنجاز لو تعلمون عظيم. الخيال العلمي هو أكثر أشكال الفن المعاصر قدرة على إثارة العقول وتحريك الخيال زي اسمه كده، وخصوصاً لما تكون الكتابة مبدعة والإنتاج سخي والإخراج ذكي، وهي عناصر توفرت في النهاية توجتها القدرات التمثيلية الفذة ليوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي ورفاقهم. بعد 100 سنة كيف سيبدو العالم؟ ده سؤال عظيم. لو إجابته متفائلة والعالم في رأيك هيبقى أحسن والبشر هيبقوا أسعد، يبقى حضرتك بتفكر يوتوبيا. ده عكس مسلسل النهاية. لو إجابة السؤال متشائمة والعالم هيبقى أسوأ والبشر هيبقوا أتعس، يبقى حضرتك بتفكر ديستوبيا زي مسلسل النهاية كده. في بداية المسلسل البطل بيلقي محاضرة بيقول فيها لطلابه إنه كان يا مكان في دولة اسمها إسرائيل وانتهت بعد حرب تحرير القدس، وسكانها كل واحد رجع للبلد اللي أهله جم منها. ما قالش لا سمح الله إنهم اتقتلوا ولا اتحبسوا ولا أي حاجة. رغم كده إسرائيل حركت الإعلام العالمي كله ضد المسلسل. حضرتك اسأل أي خواجة إيه الفرق بين إسرائيل والدول العربية؟ هيقولك على طول إسرائيل فيها حرية تعبير، العرب الحريات عندهم مقيدة. دي تحديداً يا مولانا هي الصورة الذهنية للدولة العبرية رسمتها في أذهان الغربيين عبر عقود من العلاقات العامة، أي الـPR المكثف المركز المكلف. طيب مش تناقض إنه إسرائيل وهي بلد حرية التعبير بين قوسين تطلب تقييد حرية مبدعين مصريين بيتخيلوا العالم بعد 100 سنة؟ وبعدين إزاي وسائل الإعلام الغربية المهمة اللي إسرائيل حركتها عشان تهاجم مسلسل تلفزيوني مصري ما حستش إنها بترتكب جريمة؟ جريمة الضغط لتكميم أفواه مبدعين مصريين محدش منهم قال إنه حدود مصر من النيل للفرات، ولا حد زعم إن المصريين هم شعب الله المختار وباقي البشر فرز تالت، ولا حد منهم خزن قنابل نووية في السر عشان الخطة شمشون بتاعت عليا وعلى أعدائي، ولا حد منهم بارك سرقة أرض شعب تاني عشان المصريين يعملوا عليها مستوطنات. دول فنانين طيبين قالوا إنه بعد 100 سنة هنروحهم لبلادهم الأصلية بمنتهى اللطف والله، ويمكن يحجزوا لهم كمان درجة أولى نقوم نقلب الدنيا عليهم. عندي سؤال لمحرر جيروزاليم بوست، إزاي إسرائيل قدرت تحافظ على نفور قلوب المصريين الطيبة منها رغم 40 سنة سلام؟ الجواب بتعاملها الوحشي مع الفلسطينيين وبمواصلتها سرقة أراضيهم، والمصري يكره الوحشية وينفر من الظلم. عمرو عبد الجليل واحد من أبرع ممثلي مصر، أهم ما فيه شخصيته المماثلة لشخصية ابن البلد بدهائه وادعاءه البساطة، بساطة التفكير، بينما هو قادر أنه يوديك البحر ويرجعك عطشان، ومدرب على النجاة من أشد المواقف حرجاً بمنطق لطيف بسيط غير جارح ما يخرش المية لا مؤاخذة. عمرو هو الشخص المناسب تماماً للرد على انزعاج الوزير كاتس من مسلسل النهاية. يا عم احنا ما نقصدش إسرائيل دي أصل، احنا بنتكلم عن عالم تاني وإسرائيل تانية، خيال يعني، خيال علمي، ولا انت كنت أدبي؟ وبعدين ده مستقبل بعيد، حد عارف بعد 100 سنة هيكون في بشر على الأرض أصلاً؟ انت مش شايف كورونا عاملة فينا إيه؟ هدي أعصابك خواجة، والمرة الجاية يبقى خلي البي بي سي تقول اسمي، بلاش التجاهل ده، مش كويس التجاهل ده. أنا عمرو عبد الجليل، ما أتخيله إنه عمرو هيقول الكلام ده وهو لافف على رقبته بالصدفة المحضة يعني كوفية فلسطيني. الشباك مفتوح، يبقى تعالى بص.